الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب الثالث والخمسين، كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب نزل أهل الجنة. والنزل هو ما يعد للضيف، النزل ما يعد للضيف من إكرام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 35 بعد 207,000، قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه لموافقة ما قاله لما في التوراة. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. والخبز معروف، الخبز معروف، الخبز اللي هو ايه؟ كرغيف الخبز. يكفأها، يعني الإنسان لما يمسك رغيف الخبز يتناوله من يد إلى يد حتى يعده لأن يكون صالحا لأن يأكله. وكذلك الله سبحانه وتعالى يعد لهم الأرض إعدادا بحيث تصلح لأن تكون صالحة لأن يأكلوا كل خيراتها في الجنة، لأن ما من خير في الأرض إلا وهو صورة مما كان في الجنة، وأتوا به متشابه، الآية بتقول كده. وكما قلنا اليد يصرف منها الجارحة، أول حاجة نصرف الجارحة، وبعدين بعد كده نفوض الأمر إلى الله، أو نؤول ونقول اليد القدرة أو الإرادة. لما أقول مثلا موضوعك في إيدي يعني قادر عليه، مش كده برضو؟ يبقى بيدي هنا هي القدرة وليست الآلة، فنحن لا ننفي الصفة وهي القدرة، بل ننفي الآلة، أن تكون الصفة بآلة، واضح؟ خلافا لما يدعيه السلفية إن الأشعرية بينفوا الصفات. أبدا، الأشعرية يثبتوا الصفات، يا جهل، دول جهل. الأشعرية يثبتوا الصفات، ليسوا نافيا للصفات. الأشعرية ينفوا الآلات ولا ينفوا الصفة. أنتم تثبتون الآلة وتعتقدون أن الآلة صفة، فلم تميزوا بين الآلة والصفة لجهلكم. فهم؟ هؤلاء لم يميزوا فقط. لكن عليك أن تميز. لابد، والتمييز هو صفة العالم، أن يعرف يميز بين الأمور المتشابهة ويطلع الفرق. إنما الجاهل يرى كل الأشياء كزي بعضها. فهم؟ هناك فرق بين إثبات الصفة وإثبات الآلة، فهم يثبتون الآلة ويدعون أن الآلة صفة. فإياك إياك أن تغتر بكلامه.
نزلا لأهل الجنة، يعني يعد كل لذات الدنيا وملاذها يجعلها إيه؟ معدة لأهل الجنة، لأهل الجنة يستمتعون بها خالية عن أي شيء يجعلها فيها نوع من التنغيص، لأن لذة الدنيا مليانة تنغيص، فيصفيها من كل المنغصات. فلما جاء اليهودي أخبر الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الخبر، فالنبي ضحك إيه حتى بدت نواجذه، لأنه وافق ما أخبرهم به ما عند اليهود من علم، لأن اليهود عندهم علم، ليس كل علومهم باطلة، عندهم جزء من الحق وجزء من الباطل بدلوه، فليس كل ما عند اليهود أو علماء أهل الكتاب باطل، لكن هم للأسف خلطوا الباطل بالحق. فقال هذا اليهودي: ألا أخبرك بإدامهم؟ أنت بتحتاج الخبز بتحط فيه إدام، إيه هو الإدام بقى اللي هتحطه داخل الخبز؟ قال: بلى. قال: إدامهم بلام ونون. بلام هو ثور بالعبرانية، بلام يعني نوع ثور بس بالعبرانية. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون. كون الصحابة قالت ما هذا لما سمعت بلام دليل انها كلمة غير عربية، لان الصحابة مش هيسألوا عن العربي، دول فصحاء، فيبقى كونوا قالوا ما هذا دليل انها كلمة غير عربية. على عادة اليهود يريدوا ان يلبسوا، طب ما انت عارف عنها بالعربي، تقولها بالعربي، ليه تقولها بغير العربية؟ على عادتهم يريدون ان يلبسوا الحق بالباطل. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون. والنون اللي هو الحوت، زائدة كبد الحوت، النون هو الحوت. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. هل 70,000 المقصود العدد وهو 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أم مقصود العدد هنا الكثير وليس مقصود صريح العدد الكثرة؟ يعني تحتمل دي وتحتمل دي. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني 10 من اليهود لم يبقى على ظهرها يهودي إلا أسلم. لأن كان زعماء اليهود وأحبرهم في عصر النبي 10، أحبر اليهود 10 عدد، فلو تبعه 10 دول يتبعوا أتبعهم، فمش هيبقى يهودي لا يتبعنه، لكن للأسف لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 10، تبعه بعضهم حوالي 2 أو 3 من 10، والباقي استمروا على ما هم فيه، لأن الله أراد أن يكون اليهود يظلوا إلى آخر الزمان حتى يخرجوا مع المسيح الدجال، لإرادة الله لهم السوء، أن يستمروا في فعل الشر، لأن شركم من طال عمره وساء عمله، لأنهم استحقوا اللعن بما فعلوه من قتل الأنبياء. باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقوله تعالى: يسألونك عن الروح. وعن أبي قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف وهو متكئ على عسيب، العسيب اللي هي إيه؟ قطعة جريد نخل، يعني عصا من جريد النخل سموها عسيب، وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سألوه، يعني ما رابكم بشيء؟ طب ليه تسألوه وبعدين بعد كده يأتي بشيء تكرهونه وهو تصديق نبوته؟ كأنه بيقول ما فيش داعي تسألوه، لحسن تيجي تسألوه يجاوب، فهذه الإجابة تصدق نبوته، فانتوا كده هتعينوه على تصديق نبوته،
سيبوه احسن ما تسألوش. ما رابكم اليه لا يستقبلكم، يعني الا يستقبلكم بشيء تكرهونه، وهو ان يخبرهم بعلوم لا يعلمها الا نبي فيثبت نبوته. فقالوا سألوه، قالوا لا، في منهم ناس شك في نبوته، قالوا لا اسألوه احرجوه. فهمت؟ فقام اليه بعضهم فسأله عن الروح، قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعشان كده قالوا صدق، وبالرغم من كده ما أمنوش برضه، رغم من كده برضو ما امنوش. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنهما لو عبد الله بن مسعود قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، نخل يعني، حرث هنا يعني يقصد نخل، بنحو حديث حفص، غير أن في حديث وكيع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي حديث عيسى بن يونس وما أوتوا من العلم إلا قليلا، يعني وما أوتوا من رواية ابن خشرم ليست على نمط القراءة المعتادة، يعني في رواية وما أوتوا من العلم إلا قليلا، لكن هذه رواية ليست تلاوة ولكنها رواية معنى. وعن أبي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال سمعت عبد الله بن إدريس يقول سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب. يبقى النخل ايه بينت الحرث، اهو الحرث يقصد به نخل، في نخل يتوكأ على عسيب اللي هو عصا من جريد النخل، ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش وقال في روايته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه. خباب ده الظاهر كان ايه، كان ايه خباب، اه خباب ده كان حداد بيعمل ايه، بيعمل سيوف، صانع سيوف في الجاهلية، فالظاهر عمل سيف ولا حاجة للعاص بن وائل وما ادالوش تمن، فرايح يتقاضى هذا الدين. فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك. طب لما نبقى يعني زي بقى قابلني بلغة المصريين كده، وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع كذا قال الأعمش. قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع. وفي حديث جرير قال كنت قينا يعني حدادا، كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضى. باب في قوله تعالى
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أو ده لو كان يريد الحق كان يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، دليل أنه يريد الضلالة، واللي يريد الضلالة ربنا يديله ضلالة. استجاب له ولا ما استجابش ربنا؟ ربنا استجاب له، يعني لو طلب الحق لأعطاه الحق، ولو طلب الضلال يديله الضلال، طلب العذاب يديله العذاب، لأن ربنا لا يظلم أحد. وقال ادعوني أستجب لكم، هو دع وربنا استجب. فإذا كان يستجيب للكافر ألا يستجيب للمؤمن؟ وعشان كده إن الله لا يهدي من يضل، يعني من يريد الضلال، ولكن إن الله يهدي من يريد الهداية، يهدي من يشاء الهداية ويضل من يشاء الضلالة، ولا يظلم ربك أحدا. قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني اللي منع نزول العذاب في الحال وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم ووجود بعض المؤمنين الذين يستغفرون، فكانوا مانع لنزول العذاب العاجل وتأجيله، وسبب لتأجيل العذاب. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يعني ولولا كلمة وأجل مسمى سبق من ربك لكان لزاما، يعني لزام العذاب في الحال، ولكن الله أخر العذاب لأن الله وعد ألا يعذبهم والنبي فيهم، وألا يعذبهم وفيهم مؤمنين يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. باب قوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رآه يعني تعود على الإنسان، أن رأى نفسه يعني استغنى. إن الإنسان ليطغى أن رآه يعني رأى نفسه استغنى، يعني كلما شعر الإنسان بأنه مستغن يطغى عن مولاه، وكلما شعر أنه مفتقر إلى خالقه عبد مولاه وتوجه إليه ولجأ إليه. فإياك أن تستغني، فنحن لا نستغني ولا نستجدي، يعني لا نستغني عن الله ولا نستجدي خلق الله. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يصلي يسجد، يعني مش عايز يقول يسجد، يقول يعفر وجهه يعني يسجد، على عادة الكفار قلة الأدب وقلة الحياة. قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، ينكس على يعني يتراجع ويتقي بيديه يعني يرفع إيده كده كأن في شيء حيؤذيه. فما فجئهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه يعني يتراجع ويتقي بيديه يعني يرفع وجهه أمام يديه أمام وجهه. قال فقيل له مالك؟
فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. يعني ربنا جعله من أهل الكشف، كشف له عن العقوبة، بقى شايفها وباقي الكفار مش شايفينها. وهذا الكشف ليس للإكرام بل للإهانة ولحماية النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل كشف إكرام، بل قد يكون الكشف للإهانة. فقال إن بيني وبينه، يعني إن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه. زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى فليدع نادية، يعني قومه. والزبانية هي ملائكة العذاب. باب الدخان. وعنه به قال حد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة. كندة دي في الكوفة. قاصا يعني قصاص، يعني يقص للناس القصص. إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني لا تتكلف العلم، إذا كنت لا تعلم فقل لا أعلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف، يعني سبع سنين إعجاف لقريش كسبع السنين العجاف ليوسف، يعني بلا مطر. قال فأخذتهم سنة، يعني إيه؟ يعني مجاعة. حصت كل شيء، استأصلت. حصت يعني استأصلت، حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. دي فهم سيدنا عبد الله بن مسعود، كنا ناقشناه قبل ذلك واحنا بنقرأ سورة الدخان. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يرى أن الدخان تم وخلاص، وأن الدخان كان عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عندما كذبته بسبع سنين كسبع يوسف. ففي أول سنة
أصابه جوع شديد لدرجة الواحد منهم من شدة الجوع كان يرى كأن دخان أمام عينيه من شدة الجوع ومن ضعف وهزال الجوع. كويس. فلما جاء أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي إيه دعا لهم وأمهلهم. كويس. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيعتبر أن هذه اللحظة هي لحظة الدخان التي جاءت في القرآن، وأن الدخان آية عدت خلاص. لكن هذا القاص الذي يقول أن الدخان علامة من علامات القيامة أخذه من الصحابة والنبي أخبر به، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود ما سمعوش، فلما ما سمعوش افتكر أن القاص بيقول كلام من عند نفسه، فهم؟ لأن الدخان يأتي في آخر الزمان إيه يأخذ من المؤمن إيه كالزكام الزكام كده ويصيب الكافر، ودي علامة من علامات القيامة بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم وبعد موته وبعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج وقبل طلوع الشمس من المغرب. كويس. علامة كده. فهنا سيدنا عبد الله بن مسعود بيدلل بأن الدخان عدى منين؟ من الآيات بقى، فهمه من الآيات. يقول لك بيقول إيه ربنا إن كاشف العذاب قليلا. قال طب وهي لو أنتوا بتقولوا الدخان ده هو يوم القيامة، طب هو يوم القيامة هتتكشف؟ فهمت إزاي؟ لكن الناس ما بتقولش الدخان يوم القيامة، ده بنقول علامة من القيامة فهيكشف برضه. سيدنا عبد الله بن مسعود فهم إن اللي بيقول الدخان ده القيامة نفسه، يوم القيامة نفسه. يقول طب وهو يوم القيامة هيكشف؟ ده الناس هتتحاسب، يبقى مش هو. يبقى خد بالك ان ممكن الصحابي يفهم خطأ، مش كل كلام الصحابي صواب. او هنا سيدنا عبد الله بن مسعود على جلالة علمه اخطأ، فهمت بقى ازاي؟ وخالف كل جموع الصحابة واخطأ استنباطه الان من الآية كمان، لان استنبط من الآية ان ايه ايكشف عنكم ان الدخان ده ايه في يوم القيامة نفسه، في حين الدخان ده قبل يوم القيامة فيكشف. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده ايه اللي يجي يستنبط حديث او حكم فقهي من قول صحابي فقط دون ان يذكر بقية اقوال الصحابة كما يفعل الوهابية وابن تيمية، ثم يستنبط من قول الصحابي ان هو ده الدين، خطأ. عليه انه يشوف جميع اقوال الصحابة في المسألة، ربما هناك صحابي سمع ما لم يسمعه هذا. فهمت ازاي؟ وبالتالي الصحابي مجتهد، قد يصيب وقد يخطئ. فهمت بقى؟ يبقى الصحابي حكمه عندنا مجتهد، قد يصيب وقد يخطئ. وعشان كده كانوا بيردوا بعض الصحابه نفسهم، كانوا بيردوا بعض. ستنا عائشه كانت تعترض على كثير من فتاوى الصحابه في عصرها، مش كده برضو؟ ليه؟ لان الصحابي مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وليس نبيا معصوما. فهمت؟ فبيقول لهم افيكشف عذاب الاخره؟ يبقى اعتقد ان هنا ان الدخان اللي بنقول عليه علامه من علامات القيامه، ان ده علامه من علامات يوم القيامه نفسه، انه يحدث في يوم القيامه نفسه. فهمت بقى ازاي؟ لا، ده احنا بنقول انه هيحصل قبل يوم القيامه وليس في يوم القيامه. فهمت بقى المساله؟ يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. فالبطشه اللي هي يوم ايه؟ يوم بدر. وقد مضت ايه الدخان على مذهبه على فهمه، ونحن لا نوافقه عليه. ليه؟ لوجود حديث نبوي شريف مروي، واخد بالك؟ نتبع حديث النبي ولا ابن مسعود؟ نتبع حديث النبي. فهمت بقى المسألة؟ والبطشة واللزام وآية الروم اللي هي غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني تمت. واللزام ولولا كلمة سبقت، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. واجل مسمى، اجل الواو هنا الايه؟ معطوفه. واجل دي الواو دي عطف على ايه؟ الكلمه. ولولا كلمه سبقت من ربك واجل مسمى لكان لزاما. يبقى ترتيب الجمله يمشي كده. فهمت بقى ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرون. استعجلوا العذاب والنبي معاهم، فربنا اخر عليهم العذاب. فهمت ازاي؟
وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال ووكيع حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال أخبرنا وكيع حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين. يبدو أن الرجل اللي جاب يشتكي لعبد الله بن مسعود من تلامذة عبد الله بن مسعود، فسمع من عبد الله بن مسعود أن الدخان تم وعد، فلما راح سمع القص ده لا ويقول كلام غير كده، فرايح يشتكي لشيخه. قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم. يبقى يأتي الناس لإيه؟ يوم القيامة. احنا ما بنقولش بقى يوم القيامة، يبقى القص ده أخطأ برضو، لانه بيقول ان الدخان هيجي يوم القيامه، فالقصد ده اخطا ايضا. فهمت ازاي؟ ده الدخان ده يجي قبل يوم القيامه من علامات القيامه، يبقى القصد اخطا. فهمت ازاي؟ وسيدنا عبد الله بن مسعود بيعترض على انه بيقول يوم القيامه يجي دخان، فازاي الدخان يجي يوم القيامه؟ اي ايها القاص الجاهل، وربنا بيقول ايه؟ ان كاشف العذاب قليلا. وهيكشف العذاب يوم القيامه؟ مش هيكشف، يبقى مش يوم القيامه. يبقى كلام سيدنا عبد الله بن مسعود كرده على القاص صحيح. فهمت ازاي؟ لكن كانكاره ان الدخان ليس علامه من علامات القيامه فيه نقص، فيه خطا. ليه؟ لان النبي بين ان الدخان علامه من يبقى كلام سيدنا عبد الله بن مسعود له وجه صحيح، واخد بالك، وله وجه غير صحيح. وجهه الصحيح ان هو ليس يوم القيامه بالفعل، هو فعلا ليس يوم القيامه، والقاص كان يدعي انه يوم القيامه. والوجه الغير صحيح انه ادعى ان الدخان تم في عصر النبي قبل الهجرة عندما دعا لقريش. خد بالك ان الله سبحانه وتعالى يقول يوم تأتي السماء بدخان، وسيدنا عبد الله بن مسعود قال ان يهيأ لأحدهم الدخان، فالدخان الذي فسره سيدنا عبد الله بن مسعود دخان ليس حقيقي، بل دخان مهيأ للأشخاص من الجوع. فهمت ازاي؟ فلم يأتي من السماء، بل اتى من ايه؟ من جوعهم وتهيؤهم. يبقى هذا دخان غير المقصود برضو، يبقى اخطا من هذه الجهة. فهمت ازاي؟ يعني المقصود ان ممكن العالم يصيب في حتت ويخطئ في حتت، يؤخذ منه ويرد، كل عالم يؤخذ منه ويرد. الوهابية عندهم الا ابن تيمية، الا ابن القيم، الا ابن باز، الا ابن عثيمين. الله، كل العلماء يؤخذ منهم ويرد، بما فيهم دول كمان، بما فيهم الأئمة الكبار الشافعي وأبو حنيفة والإمام مالك وابن حنبل والصحابة نفسهم. عبد الله بن مسعود أهو يؤخذ منه ويرد، تيجي أنت تحط لي ابن تيمية فوق العالم دي كلها؟ ما ينفعش. فهمت بقى إزاي؟ فدي الخطوة، كل يؤخذ منه ويرد. كان سيدنا الإمام مالك يقول إيه كده؟ كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى المقصورة الشريفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. كلامه صح هنا برضو، إن الإنسان المفروض في حاجة لا يعلم يقول الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اللي هو أبو سفيان، فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر إنك لجريء. قال فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه، يعني من الكفر. قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله
قال خمس قد مضينا: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. كلامه مظبوط في كله ما عدا الدخان. كويس. وعن أبي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولفظ له قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب في قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال مصائب الدنيا اللي هي دي العذاب الأدنى، مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. ونقف على باب انشقاق القمر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. قبل خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله الفتحة للدكتور حسن عباس زكي، توفي بالامس وصلينا عليه الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، ودفن في شبلنجة في مقام في مسجد بجوار الشيخ القاضي بالامس. كل هذا تم بالامس. فالفاتحة له لانه من مشايخنا ايضا لو حق عليه، فاجازنا بطريقته وزرنا عدة مرات وكان يعني يكرمنا اكرمه الله، وربنا سبحانه وتعالى يوسع له في قبره وينفع المسلمين ببركاته بعد وفاته كما نفعهم ببركاته في حال حياته. غير عبد الفتاح القاضي هو كان القاضي ده ليس شيخا في المقارب، تشابه اسمه، هم شاذولية، طريقتهم شاذولية ايضا، يسموها القاضية الشاذولية. بلد الشيخ عبد الفتاح القاضي مش بلد، ده هو حب يدفن بجوار شيخه لانه شيخه هو الشيخ عبد الفتاح، هو قاهري لكن هو منه كان يعني شيخه عبد الفتاح القاضي فاوصى انه يدفن بجواره. وهو اظن اللي جدد المسجد بتاعه برضه. هو لا ده دخل في المية بالهجري بقى. بالهجري يبقى عدى المية. ربنا يرحمه ويرحمه.